الحاجات الإيجابية اللي برضو كانت يعني جت كرد فعل مهم لفكرة أنه خط 105 ده مش ممكن يستوعب كل أعداد البشر. صدقوني أنا شخصيا في بداية الأزمة لما كلمت 105 كانت تجربتي جيدة جدا جدا، لكن في ناس تانية بتقول لا أنا ما بيردش عليا بسرعة، أنا بستنى كتير أو ما بيلحقوش يردوا علينا. خط 105 عليه ضغط كبير جدا وكل الخطوط الساخنة لوزارة الصحة، فالتطبيق ممكن يبقى حل بديل لأن أنا أوصل لحد يرد عليا. صحة مصر هو التطبيق اللي أعلنت عنه وزارة الصحة واللي قالت إن وصل عدد المستخدمين ليه لأكثر من مليون مستخدم من بداية إطلاقه في شهر ابريل لحد امبارح، وخلال الفتره اللي جايه هنلاقي تحديثات وحاجات زياده بتضاف على تطبيق صحه مصر بشكل مستمر للتيسير على المواطنين وتقديم افضل خدمه طبيه في حاله الاشتباه بالاصابه بفيروس كورونا، وكمان توعيتهم بارشادات الوقايه من الفيروس. التطبيق بحسب كده كمان ما بتعلن الوزارة أنه بيحافظ على سرية بيانات المستخدمين اللي بيسجلوا عليه للإبلاغ عن الإصابة أو حتى الاشتباه في إصابة حد تاني، وبيتم استخدام المعلومات دي فقط لمتابعة حالة المصاب أو المريض وتوجيه الإرشادات والأدوية ليه في حالة العزل المنزلي أو أنه الخط نفسه يقوله أقرب مستشفى بحسب الظروف. خط أكيد مرتبط ب الغرفة الميدانية أو غرفة متابعة الحالات اللي موجودة في وزارة الصحة، وبالتأكيد هي الفكرة دي في الربط، احنا بنحاول نقول يا جماعة أنا محتاج أعرف معلومة كاملة عشان ما لفش بحد عيان على المستشفيات. فالتطبيق ممكن يكون بيساعد في ده. ومن شوية كان معانا الدكتور شريف وزيع مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية وقال لنا كده أنه الوزارة فيها 320 مستشفى بتستخدمه وزارة الصحة مستشفيات عزل. أنا متأكدة وإحنا بنتكلم أن إحنا أنا وحضرتك وناس كتير من اللي بيسمعونا ما يعرفوش غير 2 أو 3 في 320 مستشفى بتقدم خدمة العزل.